أعطي الكلمة للكونغو الديمقراطية. شكرا سيدي الرئيس. أولا أهنئكم على توليكم رئاسة المؤتمر، وكذلك أهنئ جمهورية مصر العربية على التنظيم الرائع لمؤتمر الأطراف 27. ولا يفوتني أن أقول نيابة عن جمهورية الكونغو الديمقراطية إننا ممتنون للغاية على استضافة بلد أفريقي لمؤتمر الأطراف 27، وأود أن أخذ الكلمة للحديث عن البند السابع من صندوق خاص بصندوق التكيف. كما تعلم سيدي الرئيس، كل العمل الذي جرى لمعالجة تحديات المناخ والاحترار العالمي أظهر هذا العمل أنه علينا أن نحرص على التمويل الأخضر وزيادته للبلدان النامية، لأننا لسنا ضحايا فحسب، بل إننا نسهم في النضال ضد تغير المناخ. ولذا فإن صندوق التكيف ينبغي ألا يكون مجرد مجال للحديث فحسب. لذا نود أن ننظر في هذا الصندوق، وكذلك أن نجري الحوارات مع الدول الصناعية المتقدمة. نريد أن نخرج من مؤتمر الأطراف 27 بنتائج ملموسة وموثوقة ويمكن التحقق منها، ومؤشرات واضحة لصندوق التكيف، لنعرف ماذا ما كان عليه صندوق التكيف قبل مؤتمر الأطراف 27 وبعده، ونعمل على هذا الأساس. وكعضو من مجموعة الإسهامات المحددة وطنيا، نريد أن نرى فرقا واضحا بين صندوق التكيف وبين صندوق الضرر والخسائر loss and damage، لأنه نرى أهمية العمل على صندوق التكيف بشكل كبير على المستوى القصير والمتوسط والبعيد، لنحرص على أن تتمكن البلدان من التكيف مع تغيرات المناخ. لم يعد هناك حاجة إلى الحديث فحسب، بل إننا بحاجة إلى نتائج ملموسة. بالنسبة لصندوق التكيف، مرة أخرى أختتم بأن أقول أنه ينبغي أن توجه موارده إلى الأبحاث العلمية، بحيث تتوفر معلومات واضحة حول مستوى الخسائر والضرر التي تتكبدها البلدان، وكذلك حول القدرات المتاحة والتأثيرات كذلك على الغابات وعلى المعادن والموارد الأخرى، بحيث نبقي على الاحترار العالمي تحت 1.5 درجة مئوية. إذن نحن بحاجة إلى هذه المعلومات الموثوقة من علمائنا، بحيث نتمكن من إحداث شراكة تأتي بالنفع للجميع. صحيح أن الاقتصادات المتقدمة والصناعية بدأت أن تعطي المنح، ولكنهم بحاجة إلينا. هم المسؤولون عن 80% من التلوث حول العالم، ونحن من نحاول أن نستجيب لهذه التأثيرات من خلال ما يمكننا. هذا بالنسبة للبند السابع الخاص بصندوق التكيف. شكرا. I thank the distinguished representative of the. أشكر السيدة ممثلة جمهورية الكونغو الديمقراطية.